بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناة مورا سوفت. أنا سمير جمال من دورة البي اتش بي، وإن شاء الله ده الدرس الثامن بإذن الله. في الدرس الثامن هنتكلم عن جزئية مهمة جدا بتخص أي موقع أو أي ويب أبليكيشن أنت هتعمله، حاجة اسمها اللوبس، يعني حلقات التكرار. طبعا اللوبس عبارة عن ثلاث أنواع أو نوعين موجودين في البي اتش بي. في حاجة اسمها الوايل، في حاجة اسمها الدو وايل، في حاجة اسمها الفور، وحاجة اسمها الفوريتش. طيب النهاردة هنشرح جزئية اللي هي بتاعة الوايل. طيب ايه فكرة اصلا الحلقات التكرار؟ يعني ايه حلقات تكرار اصلا؟ طيب تخيل كده معايا، انا عندي موقع ناس بتسجل عليه مستخدمين. المفترض من ضمن عملية التسجيل انه يختار تاريخ ميلاده، يكتب تاريخ ميلاده. طيب انا عايز اعمل له قائمة، اول ما يضغط عليها يحدد، يقول له مثلا 1960، 61، 62، 63، 64، هو يختار من القائمه دي. دي فكره حلقه التكرار. بالمنطق كده ما ينفعش من دلوقتي انا اعمل له حلقه تكرار اوبشن اللي هو اتش تي ام ال، واقول له 1960 واكتب له تحت 1961 واكتب له تحت 1962 وافضل اكتب له كل التكرار ده. بالمنطق كده ما ينفعش. بمعنى تعال اجيب لك كود اتش تي ام ال كده وانت هتفهم اكتر. تعال نروح على البوت ستراب مثلا، خلينا نروح على الفورمز ناخد كود HTML. النهارده انا اشتغلت HTML عشان هدخل معايا بوت ستراب. الناس ايه تستمتع ببوت ستراب شويه. حاجه زي كده بالشكل ده، لاحظ هنا عملت ريفرش، هنا 1 2 3 4. تخيل هو دلوقتي عنده تاريخ الميلاد، حاجه اسمها تاريخ الميلاد اهي. نقول مثلا غير ده تاريخ الميلاد. بالمنطق كده انا عايزه لما يضغط هنا يقول له 1950، 1960، 1961، 62. لو عايزك اكتب بقى بالطريقه العاديه بالمانوالي هقول له 1980 مثلا. عايز ابدا الموقع بتاعي يشتغل من 1980، حلو، هيجي هنا 1981، بيجي هنا 1982، هنا 1983، 1984. تخيل، تخيل كمية الصعوبة اللي انت هتوصل ليها ان انت هتكتب بالشكل ده، تكتب اوبشن لغاية ما يكمل معاك لغاية 2020. فدي حاجة مجهدة جدا، حاجة صعبة جدا. طيب حلتها لي حاجة. طيب الاول بس نستدعي مكتبة البوت ستراب السي اس اس بتاعنا عشان البوت ستراب يشتغل معانا بالشكل كويس. هنا نقول له كوبي، تعالى هنا في الهيد حط لي السي اس اس بتاع البوت ستراب. هنا ريفرش بقت بالشكل ده. طيب انا جيت هنا اقول له 1980، 1982، 82، 83، 84. طب انا عايزه يكمل بقى الى ما لا نهايه. طب في الحاله ديت تفتكر ايه اللي هيحصل؟ غريبه قوي. طب انا عايز اخليه لغايه 2020 ويكمل بالعدد ده واكتبه لي في كود واحد بس، سطر واحد هنا، يعني هو سطر واحد ما فيش غيره. طيب في الحاله ديت هعمل لك حاجه كويسه اللي هي عمليه اللوب. عمليه اللوب بتتكتب بالشكل ده. طيب تعالى هنا سيبنا بس من الاوبشن اللي فوق ديت، هنيجي هنا نكتب كود كود بي اتش بي. هاجي هنا اقول له كود بي اتش بي، وده القفله بتاعت الكود البي اتش بي. كلام جميل ممتاز. شوف الوايل هتحل له مشكله كبيره جدا. طيب اول حاجه هعرف متغير، متغير اسمه اي يساوي، انا عايز الموقع بتاعي يبدا من سنه 1980 او 1950. تعالى نتفرج، خلي العمليه كبيره عشان نشوف. طب قلت له الموقع بتاعي بيبدا من 1950، ممتاز، وعايزه يكمل لغايه النهارده، ماشي. الوايل بتتكتب بالشكل ده، هكتب وايل. لاحظ ان الفيجوال ستوديو كود بيساعدني اهو. قلت له وايل، فتحت قوسين وده القوسين المختلفين بتوعي. طيب هنا هاجي جوه الوايل اقول له المتغير بتاعي اسمه اي أكبر من أو يساوي 2020. أنا بقول له أنا عايز الموقع بتاعي يقف لعند 2020. طيب كلام جميل. طيب هاجي بقى هنا بقى، تعالى أوريك حاجة، هقول له إيكو. خلينا ناخد بقى كود الـ HTML، شيل ده خالص، تعالى في كود الـ HTML هنا حط لي دولت بين دبل كوتيشن وافصل لي هنا عشان أنا هجيب المتغير بتاعي، اتنين دبل كوتيشن كمان هنا، وده السيمي كولن بتاعي، وتعالى هنا اطبع لي متغير الاي. حلو، شوف بقى الجزئيه المهمه جدا هي بقى النقطه هنا في الوايل بقى.
انا قلت له الوايل بتاعتي بتبدا ب 1950، اطبعها لي. هو يعتبر هنا كده 1950 مبدئيا. طب انا عايزه يبدا يزود، هاجي بقى هنا تحت اقول له كمان مره هنا متغير الاي بلس بلس واحد والسيمي كولون بتاعتي. طيب ايه فكره بلس بلس دي؟ انا بقول له متغير بتاعي اطبعه وزود عليه مره، يعني مثلا هيكتب هنا 1950 زود عليه يبقى 51، زود عليه 52، يزود عليه 53، يفضل معايا مكمل الشكل ده. طيب تعال نشوف، نعمل ريفرش، بدأ معايا ب 1950، كلام جميل. لاحظ ايه ده؟ ده بدأ يشتغل بجد، 51 52 53 54، فضل يكمل معايا لغايه 2020. شوف بكود واحد بس، انت متخيل؟ هذا كود واحد بس. طيب في عندي جزئيه مهمه جدا هتسالها لنفسك دلوقتي، ايه هي الجزئيه دي؟ طيب نتخيل بقى دلوقتي انا مش عارف الموقع بتاعي هينتهي سنه كام. يعني انا هنا لاحظ حاجه، انا حددت له قلت له هنا ايه؟ لغايه 2020 وقف. طب انا مش عايز، طب الموقع لما بقى ندخل باذن الله في سنه 21 وشويه دخلنا في سنه 22، هل هدخل على الموقع بتاعي كل شويه اقول له هنا انت هتعد معايا لغايه 2021؟ خلصت 2021 اروح داخل 2022؟ مش منطق، مش منطق خالص. طيب في عندي داله في البي اتش بي اسمها الديت، قلت له هنا هستدعي حاجه اسمها الديت. لاحظ اول ما كتبت الديت قلت له الديت، فتحت قوسين هنا بين دبل كوتيشن وقلت له يير، يعني شوف لي اليير بتاع السنه لغايه السنه اللي احنا واقفين عندها. احنا واقفين بقى في 2020 واقفين في 2018 2017، هو هيقف عند السنه دي. تعال ريفرش، شوف عد لغايه 2020 برضه اهو. طيب اذا لو انا جيت انا قلت له انا عايزك تبدا من 1900، شوف الحلقات بتاعتي هيبدا معايا 1900 1902، يكمل معايا الكلام ده كله. طيب نتخيل حاجه، ايه هي؟ انا عايز موقعي يبدا مثلا، هو بادئ ب 1900 صح؟ انا عايزه يبدا ب 1900 وزود عليهم 10 يبقى 1910، و1910 يبقى 1920، و1920 يبقى 1930. انا مش عايز امشي 1 2 3 4، لا انا عايز امشي 10 20 30 40 50 60 ايا كان، صح؟ طيب تعال بدل البلس هنا ديت، انا كنت بقول له زود كل مره واحد صح؟ لا هقول له هنا 10، انا عايزك كل مره تزود على نفسك 10. طيب كلام جميل. هو بدأ ب 1900، لاحظ بقى 1910 1920 1930 1940 1950 1900 كذا كذا ل 2010 وزود ال 10 بتاعتي. طيب انا عايزك تزود لي 5 سنين بس، انا عايزك تمشي 5، يعني ابدأ بال 1900 1905 1910 1915 1920. اذا انا اقدر اتحكم من هنا. لو انا قلت له بلس بلس كده يبقى انا بقول له كل مره زود نفسك بواحد، يعني 1900 يبقى 901 2 3 4 5 الى ما لا نهايه اهو. دي حلقات التكرار سهله وبسيطه وهتنفعك كتير في الموقع بتاعك. اتمنى يا رب تكون الناس استفادت النهارده من حلقه التكرار اللي هي الوايل. وبص هقول لك على حاجه، الوايل بنسبه 100% هي تعتبر الحاجه الشائعه او المستخدمه بنسبه كبيره في البي اتش بي، الوايل والفور والفور اتش، بس بنسبه كبيره هتستخدم الوايل قوي اكتر يعني، وكل واحده لها مميزاتها. ان شاء الله في الدرس الجاي هنشرح حاجه تانية مختلفه عن كده. اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا من الدرس النهارده. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتعمل اشتراك للقناه عشان تدعمني واقدم لك المزيد من الفيديوهات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.